أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه التغطية الإخبارية المستمرة مع حضراتكم على شاشة أكسترا نيوز، والتي نتابع فيها تطورات الأحداث في غزة. حرصت جدا، مش أنا بس، أنا وكل المصريين، على أن احنا نخفف ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة. احنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على أن المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثته. أكد أن احنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أعلن مصدر رفيع المستوى أن اجتماعا يجمع قيادات أمنية مصرية مع نظرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة اليوم لبحث آليات إعادة مفاوضات الهدنة. أضاف المصدر أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كل الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة. أفاد مراسل أكسترا نيوز بأن مصر تدفع ب 350 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها لقطاع غزة. كما أشار إلى أن مصر تكثف من جهودها لزيادة عدد شاحنة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة. مسارات عديدة سياسية وإنسانية تتخذها مصر لدعم الشعب الفلسطيني. وفي إطار أولوية وقف العدوان الإسرائيلي المستمر وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع، مما يعكس الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، نتابع تلك المسارات في هذا العرض. We'll be right back.
تميزت الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بالثبات من خلال رفض الاستيطان وأي إجراءات إسرائيلية أحادية توقوا إقامة الدولة الفلسطينية مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها عودة اللاجئين. خلال عقود من الزمن حرصت مصر على اعتبار القضية الفلسطينية قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي انطلاقا من مسؤوليتها دائما إزاء أمن واستقرار المنطقة ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين. مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزامن دائما مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، حيث نجحت دائما في الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين. المواقف السياسية المصرية أظهرت الثبات في مواجهة التصعيد الإسرائيلي على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. الموقف المصري الداعم للأشقاء الفلسطينيين ظهر بوضوح على لسان الرئيس السيسي الذي أعلن بشكل واضح أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر، وقد أكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني. في الوقت نفسه وضعت مصر خارطة طريق تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي ووصف بالحل العام والأشمل، إذ تستهدف الخارطة المصرية في المقام الأول تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة إحياء مسار السلام، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. رحبت مصر بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وقال المتحدث باسم الخارجية سفير أحمد أبو زيد إن ذلك القرار هو خطوة هامة ومقدرة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وتعزيز الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية. اتخذت مصر سياسة واضحة وموقفا صارما لدعم سكان قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي انطلاقا من إيمانها بضرورة مساندة القضية الفلسطينية، حيث أكدت مرارا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. المزيد في هذا العرض مع كريم الخولي. مشاهدينا أهلا ومرحبا بحضراتكم. سياسة واضحة وموقف صارم اتخذته الدولة المصرية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وذلك لدعم سكان القطاع انطلاقا من إيمانها بضرورة مساندة القضية الفلسطينية. وكان ضمن أهم المواقف الحاسمة هو تأكيد مصر مرارا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. موقف مصر الثابت جاء إثر رؤية استباقية لمخططات الاحتلال والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من شمال غزة للجنوب بادعاء حماية المدنيين، إلا أن الهجمات المتزايدة على شمال وجنوب القطاع فضحت الخطة الاستيطانية للاحتلال والتي تهدف لدفعهم إلى اللجوء إلى سيناء، يتبعها تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم إلى اللجوء إلى أجزاء في الأردن. موقف مصر جاء بسبب ما يترتب عليه من توسيع لرقعة الصراع وما يمثله من تهديد لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والتي جنبت المنطقة صراعا كان من الممكن أن يعصف بالمنطقة، كما يؤدي هذا التهجير لتصفية القضية الفلسطينية باعتبار أن الحل المعترف به دوليا هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 والعودة إلى مبدأ حل الدولتين. ومن هذا المنطلق جاءت الرؤية المصرية
لوقف سيناريو التهجير عبر حشد الرأي العام الدولي، وذلك للحفاظ على الحق الفلسطيني وفقا للتشريعات والقوانين الدولية، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية، بجانب أيضا التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليا لتبني قرارات لصالح القضية في مجلس الأمن الذي أوقفه الدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي المعلن لإسرائيل. وفي خضم تلك الأحداث تمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية وإقليمية برفض تصفية القضية الفلسطينية والوقوف ضد انتهاكات لحقوق الإنسان المتمثلة في حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر في قمة القاهرة للسلام واللقاءات والاتصالات الثنائية بين القيادة السياسية ودول وقادة العالم. وجاء الموقف المصري واضحا سواء من خلال القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإقامة دولة فلسطينية، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وكذلك أيضا من خلال تصريحات الرئيس السيسي. هذا بجانب الزيارات المكوكية واللقاءات السياسية للقيادة المصرية على المستوى العربي والإقليمي لاستصدار قرارات موحدة بشأن العدوان على غزة ووقف أعمال الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي ترتكبه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وفي الوقت ذاته عملت مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر فتح معبر رفح منذ اليوم الأول للعدوان، واستقبال المصابين والحالات الحرجة وتوصيل المساعدات للقطاع، فضلا عن تقديم مصر النصيب الأكبر من تلك المساعدات لتوفير الإمدادات اللازمة لعدم تخلي الشعب الفلسطيني عن أرضه. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول الموقف المصري الصارم والرافض بشكل قاطع لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم وتحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي لخلق رأي عام داعم لهذا الموقف. شكرا. طبعا.
ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح، إذن ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. عوض، بعد التحية حدثنا عن الأوضاع والمستجدات عندك. خلص التحية دعاء، وأنا معك على الهواء الآن. هناك عدد من السيارات التي للأسف منعت إسرائيل عبورها من الجانب الآخر، وأنا معك أحاول أقرب الصورة بشكل مباشر. هذه سيارات لا تحمل سوى الغذاء، هذه شاحنة محملة بالدقيق. منعت إسرائيل الآن دخولها إلى الجانب الآخر، وستعبر ستعود مرة أخرى إلى الجانب المصري. وراها أيضا سيارة أخرى أو شاحنة أخرى، وراها أيضا شاحنة ثالثة ورابعة. هذه الشاحنات التي نراها على الهواء الآن هي محملة بالدقيق، والشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة هو في أمس الاحتياج لهذه الشاحنات في هذا التوقيت، في ظل هذا الحصار الذي ما زال مستمرا على مدى ثمانية أشهر، وحالة التجويع المستمرة حتى الآن. وهذه الشاحنة معلق عليها بعض العلامات التي تشير إلى المنظمات الدولية، تحديدا نتحدث هنا عن منظمة الأونروا. وهناك أيضا سيارة أخرى ربما تكون محملة ببعض المواد الدوائية أو الطبية. وهذا هو تحدي سافر من إسرائيل لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، خاصة القرارات الدولية التي أشار إليها وزير الخارجية المصري بالأمس، بأنه مر 15 أشهر على قرار من مجلس الأمن بضرورة وقف إطلاق النار، ولم يتحقق ذلك على أرض الواقع. للأسف هناك إشكالية كبيرة يعاني منها ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. هذا التعسف الإسرائيلي واضح، هي فقط من الجانب الآخر التي تحول دون دخول هذه المساعدات لقتل الفلسطينيين بالبطء. وأنا معك على الهواء أشير إلى ذلك بشكل مباشر، هي مواد غذائية فقط، مياه، بعض المواد الدوائية الضرورية التي تحتاجها المستشفيات في الجانب الآخر. نتحدث عن الدقيق، مر أمامي وأنا معك على الهواء الآن نحو 5 شاحنات محملة بالدقيق. ما الذي يمثله وجود هذا الدقيق إلى الجانب الآخر في ظل المجاعة التي باتت تجتاح كل قطاع غزة؟ اليوم كان هناك المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطيني يتحدث على أن 3000 من الأطفال سيموتون خلال الساعات القادمة في شمال قطاع غزة إن لم تصل إليهم هذه المساعدات. الضغط المصري ما زال مستمرا، وهناك أخبار تصلنا خلال الساعات القادمة سيتم الدفع بما يقرب من 400 شاحنة إلى الجانب الآخر وتسليمها إلى منظمات الأمم المتحدة. المنظمات موجودة في الجانب الآخر من معبر كرم أبو سالم، لكن لا نعلم كيف يتم التنسيق بينها مع إسرائيل والذي يحول دون وصول هذه المساعدات إلى مبتغاها النهائي، أي إلى الأماكن التي ينتقل إليها النازحون دوما. هذا على الهواء مباشرة، وأنا أنقل لك هذه الممارسات الإنسانية اللا إنسانية التي يمارسها قوى الاحتلال على مدار الساعة. هذا هو المتغير الأهم. أما المتغير الثابت الذي لم يتغير هو موقف مصر تجاه إغلاق معبر رفح. هذا المعبر لن يفتح من الجانب المصري ما دامت إسرائيل تحتل المعبر من الجانب الآخر. هناك أيضا عدد من السيارات هائل، أنا معك الآن أعيد مرة أخرى هذه الصورة لو تسمح لي دعاء. ما زالت هذه السيارات هي محملة بالدقيق، هذه سيارة رابعة ربما خامسة أو سادسة، خلفها سيارة أخرى. أحاول زميلي أن يقرب الصورة أكثر، فلتبقى معنا الصورة. وهو يعني عليها علامة الأونروا، أتمنى أن نكون نقرب الصورة أكثر. دعاء، هل تسمعينني؟ نعم معك. هي منظمة الأونروا، هي أعلام الأمم المتحدة، وليست من أي جهة من أي عاصمة في العالم. هو تحدي صارخ كما كنت أتحدث معك منذ قليل لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وقرارات أخرى من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مواقف متعددة من المنظمات الدولية للأمم المتحدة التي أصدرت عشرات النداءات بضرورة التحرك لإيقاف هذه المجازر التي تتم داخل قطاع غزة من خلال العمليات العسكرية التي لم تتوقف، ووصلت اليوم إلى دير البلح ومخيم البريج. وكذلك من الصورة الأخرى الخاصة بعملية الموت بالبطيء الذي تمارسه قوى الاحتلال الإسرائيلي من خلال تجويع الفلسطينيين وعدم دخول هذه المساعدات. وأصبح معروفا للجميع عوض أن التجويع هي جريمة من جرائم الحرب، وبالنسبة لمعبر رفح الذي أشرت إليه والذي تقف أمامه، من المعروف أن مصر أصرت على أن يكون هذا المعبر هو معبر مصري فلسطيني، ليس إلا أن يكون معبر مصري فلسطيني.
وعملية التجويع التي أشرت إليها بالفعل هي إحدى المقتضيات التي ذهبت إليها محكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية، ولكن النظام الدولي الجديد وكل ما صدر عنه من قيم وأخلاقيات وقوانين سطرت سواء في عدد كبير من الكتب أو درست في كليات القانون في كل أنحاء العالم أثبتت الآن إسرائيل على أرض الواقع بأن كل هذا الأمر لا قيمة له ولا وزن له، خاصة مع تماهي أهم دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية للسياسة الإسرائيلية في ظل ما يحدث الآن. على كل حال نعود للأجواء العسكرية بالدرجة الأولى، بين حين وآخر نسمع عمليات قصف مستمرة، أيضا المقاومة حققت عدة أهداف صباح اليوم من خلال عدد من الأكمنة التي قامت بها تجاه قوات الاحتلال، واليوم هو ذكرى 5 يوليو ذكرى النكسة، وكأن المقاومة الفلسطينية بهذه العمليات تريد أن تعيد الذاكرة وتشحن الذاكرة الإسرائيلية مرة أخرى بأنكم حينما حضرتم إلى هذه المنطقة ادعيتم بأن هذه الأرض هي أرض بلا شعب، فها نحن شعب نقاوم من أجل أن تعود هذه الحقوق مرة أخرى، في ظل أيضا فتح جبهة ربما قريبة للغاية في شمال إسرائيل والاستعداد اليوم من الجيش الإسرائيلي للذهاب بعيدا نحو الشمال في ظل الوحل الذي ما زالوا مستمرون فيه عند الجنوب. يبدو هذه الأزمة ستطول خلال الأيام، والحضور الأمريكي في هذا المشهد يعني ظهر بشكل جلي من خلال وصول كبير المستشارين للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم للرئيس بايدن بطبيعة الحال، وكذلك رئيس المخابرات الأمريكية إلى الدوحة. هناك أزمة حقيقية بفعل ممارسات الحكومة اليمينية الإسرائيلية حققتها سواء لحليفتها الأولى لواشنطن أو بالنسبة لكل عواصم المنطقة. أما عن الأوضاع الصحية والأخبار التي تأتينا من الجانب الآخر، هناك عدد كبير من الإصابات وكذلك من الشهداء جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة سواء في الشمال أو في الجنوب. اليوم هو اليوم العالمي دعاء للاحتفاء والاحتفال بالأطفال ضحايا العمليات العسكرية والاعتداءات، وسجلت الأرقام اليوم نحو 15,000 طفل حرموا من الحياة، إما استشهدوا وجزء كبير منهم قد أصيبوا، وكما أسلفت معك بالذكر هناك 3,000 طفل يموتون خلال الساعات القادمة إذ لم تصل إليهم هذه المواد الغذائية وهذه الأطعمة بشكل كبير للغاية. أما عن الجانب المصري فحالة الاستنفار ما زالت مستمرة في كل الجهات التي تعمل هنا داخل معبر رفح سواء عملية تنسيق دخول هذه المساعدات سيارات الإسعاف. مصر تفعل وتقوم بدور عظيم للغاية سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى القانوني أو على المستوى اللوجستي من خلال تجهيز هذه المساعدات والدفع بها، والخبر الأهم هو أن هذه السيارات ربما أو الشاحنات سيصل عددها إلى ما يقرب 400 خلال الساعات القادمة. اليوم وصل عدد من قيادات الجبهة الشعبية الفلسطينية وكذلك حركة الجهاد إلى القاهرة، وهذا دور آخر لا ينكره أحد، عملية التنسيق التي تقوم بها القاهرة على كل المستويات لتبقى القضية الفلسطينية على قيد الحياة. أما عن المعبر رفح من الجانب المصري كما أسلفنا كثيرا سيبقى مغلقا ولن تسمح مصر لا بأي ضغوط ولا أي ممارسات، لأن هذا ثابت من ثوابت الدولة المصرية هو الحفاظ على أمنها القومي الذي ينطلق من هذه النقطة التي يفصلنا عنها عدة أمتار. نعم، أعود مرة أخرى للسؤال الأول. عوض، هل كان هناك أي أسباب قيلت للشاحنات حتى لا تفرغ حمولتها وحتى تعود بهذا الشكل الذي تابعناه بكامل حمولتها دون إفراغ هذه الشحنة؟ هل هناك أي سبب قيل؟ لا يوجد أي أسباب سوى التعسف، سوى الاستمرار في سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة اليمينية. وعلينا أن نعيد بالذاكرة إلى الصور التي كانت تنقلتها وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم حينما سمحت الحكومة الإسرائيلية بعدد هائل من المستوطنين الذين كانوا يقومون بتحطيم هذه الشاحنات، وليست هذه الشاحنات التي تدخل من هذا الجانب، لا يجرؤ أحد على أن يمس شاحنة عليها على مصر أو يعني أرقام مصرية، لكن الشاحنات التي كانت تأتي من الضفة الغربية كانوا يطلقون ما يسمى بالقطعان من الصهاينة المستوطنين بتحطيم هذه السيارات وبعثرة ما بها، وكانت توضع الحجارة في الطرق. اليوتيوب مليء بهذه الصور، وكأن يعني الحكومة الإسرائيلية كانت تتعمد في الذهاب في هذا الأمر. بل هناك تحقيق أجرته نيويورك تايمز كانت تتحدث عن أن قيادات في الجيش الإسرائيلي كانت لديها معلومات عن مسار أو المسار الذي تسير فيه هذه السيارات، فكان يتم من خلال ذلك إبلاغ المستوطنين
للانقضاض على هذه السيارات. الهدف ماذا؟ هو تجويع الشعب الفلسطيني، تركيع الشعب الفلسطيني في ظل المأساة التي ما زال حتى هذه اللحظة يدفع ثمنها الإسرائيل. ونتحدث هنا عن المأساة من الجانب الآخر، الإسرائيليون يرون بعد مرور 8 أشهر بأنهم تعرضوا لهزيمة كبيرة ما كانوا يوما أن يتخيلوها، وستبقى هذه الهزيمة في ذاكرة كل إسرائيل. نتحدث عن 7 أكتوبر، وحتى هذه اللحظة أحد الوزراء اليمنيين يتحدث عن استقالة قادة الجيش لأنهم هم المسؤولين عما حدث. فبالتالي الزلزال العظيم الكبير الذي حدث في 7 أكتوبر ترك مساحة كبيرة في عقلية وذهنية كل صهيوني بأنه بنى دولة وجيش لا يهزم وجيش عظيم بيز به يعني مجموعة من التنظيمات المقاومة تصل به إلى ما يصل الآن. وهذا ينعكس سلبا أو إيجابا ربما على النقاش الدائر الآن في شوارع إسرائيل، هل نفتح جبهة جديدة، هل نذهب إلى حزب الله وهو الأكثر قوة وعدة وعتادا، أم سنبقى كما نحن هنا في هذا الوحل الذي وضعنا به أنفسنا داخل قطاع غزة؟ غدا أو بعد غدا بالأحرى سيمر شهر على إغلاق معبر رفح أو احتلال معبر رفح دعاء من الجانب الإسرائيلي، حينما حصدرت كل عواصم العالم إسرائيل ألا من الناحية الفلسطينية إلى رفح، ومع ذلك مظبوط، ومع ذلك دخلت إسرائيل إلى رفح تحت ادعاءات عدة أن هناك مقاومة وأن هناك أنفاق يتم تهريب هذه يعني دعم لوجستي لهذه المقاومة تحت هذه الأرض التي أنا أقف عليها الآن، وأن بعض الأنفاق بها أسرى. ومر شهر ولم تحقق إسرائيل أي شيء، لا هي التي وصلت إلى الأنفاق، ولا هي التي قضت على المقاومة، ولا هي التي فكت أسر الأسرى الإسرائيليين، بل بعضهم بات يموت ساعة بعد أخرى. فالفشل يلاحق الجيش الإسرائيلي بشكل كبير للغاية، واليوم أعلن عن دفعة جديدة من الاحتياط ليصل إلى نحو 50,000 من الجنود الإسرائيليين. إسرائيل تعيش ورطة حقيقية جرت معها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه الزيارة الهامة التي يصل إليها الساسة الأمريكيين إلى المنطقة، سواء رئيس المخابرات الأمريكية أو كبير مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط إلى القاهرة، معناه أن الحل الوحيد هنا هو في مصر. الورقة المصرية عادت إليها الحل الحياة مرة أخرى، هي التي تملك القدرة الوحيدة على حل هذه الأزمة. سيبقى الفلسطينيون عند أرضهم، وستبقى القضية الفلسطينية حية، والسبب الرئيسي في ذلك هو دور الدولة المصرية ومؤسساتها. علينا ألا ننسى دور آخر مهم للغاية تقوم به القوات المسلحة المصرية، هو عدد هائل من الطائرات والمساعدات التي يعني تعلو سماء هذه السماء التي نقف إليها وتذهب بعيدا إلى شمال قطاع غزة. الكل تخلى تقريبا عن قطاع غزة إلا القاهرة، إلا القاهرة على كل الأصعدة. وكما أطلق عليها سيادة الرئيس هي والسياسة. قضية القضايا، عندما تحدث عن القضية الفلسطينية ذكر أنها قضية القضايا. عوض الغنام مراسل أكسترا نيوز، جزيل الشكر لك على هذه المعلومات وهذه الصورة التي نقلتها إلينا على الهواء مباشرة، جزيل الشكر. الموقف المصري من القضية الفلسطينية يحكمه عدد من الثوابت التي لم تتغير على مدار سنوات هذه القضية، وهو الأمر الذي أكسبه القوة والمصداقية داخليا وخارجيا. المزيد في هذا العرض. أسهمت المحددات التي رسمتها مصر لموقفها من العدوان الإسرائيلي في تحقيق نجاحات مهمة للدبلوماسية المصرية، نتابع هذه النجاحات في هذا العرض مع عمرو شهاب.
أهلا بكم. نجاحات عديدة حققتها الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الأزمة بقطاع غزة، فقد أسهمت المحددات التي رسمتها مصر لموقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهد الكبير الذي بذلته بأشكاله المتعددة في تحقيق نجاحات مهمة حتى الآن. أحد نجاحات الدبلوماسية المصرية هو إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فقد أسهمت الضغوط المصرية وأدوات التأثير وقنوات التواصل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الرغم من فرض إسرائيل حصارا على القطاع ومنع كافة الإمدادات عنه ووضعها العديد من العراقيل التي تعوق إدخال المساعدات. لم تكتفي الدولة المصرية بإدخال المساعدات الإنسانية، بل ضغطت لزيادة وتيرة دخول المساعدات إلى غزة والاقتراب حثيثا من معدلات ما قبل الحرب. يضاف إلى ذلك استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة وتوفير كافة السبل لاستقبالهم وتلقي الرعاية الصحية في المستشفيات المصرية. مسار آخر لنجاح الجهود المصرية تمثل في إدخال شاحنات الوقود إلى القطاع لخدمة المرافق الحيوية المهمة، خاصة المرافق الصحية، بعد أن فرضت إسرائيل قيودا على إدخال الوقود إلى قطاع غزة تحت مزاعم وذرائع بأن هذا الوقود ستستغله الفصائل الفلسطينية في أنشطتها العسكرية. وتأسيسا على الدور المصري المحوري وقنوات التواصل المؤثرة، أسهمت الجهود المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وفرض هدنة إنسانية، وهو الأمر الذي جاء برهانا على حيوية الدور المصري وتأثيره في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بملف الأسرى. الجهود المصرية أسهمت كذلك في إعادة وضع القضية الفلسطينية من جديد على أجندة المجتمع الدولي وفقا لرؤية شاملة لا تقتصر فقط على إدارة القضية أو إدارة جولات الصراع، وإنما باعتبار أن التعامل مع التصعيد يجب أن يقوم على التعامل مع جذور الصراع وجذور القضية، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بدون تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. مشاهدينا، كان هذا استعراضا للنجاحات المهمة التي حققتها الدبلوماسية المصرية حتى الآن في الأزمة بقطاع غزة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. نخرج لفاصل ونعود بعده مرة أخرى لاستكمال هذه التغطية. أهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا مع حضراتكم في هذه التغطية، وما زلنا أيضا نتابع سويا آخر التطورات بقطاع غزة. فقد استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة. في حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة أصيب 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لأحد المنازل، كما استهدفت مدفعية الاحتلال أحياء تل الهوى وشيخ عجلين بمدينة غزة تزامنا مع إطلاق كثيف للرصاص.
وفي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف تجاه الأحياء السكنية، كما أطلقت أيضا قذائفها على المناطق الشرقية من بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني الفلسطيني عشرة الشهداء والجرحى من المنطقة الشرقية وسط قطاع غزة. أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شنت قصفا بريا وجويا عنيفا على مخيمي البريج والمغازي ومدينة دير البلح. لفتت الوكالة إلى أن مركبات الإسعاف والمركبات المدنية ما زالت تنقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على الحاجة إلى إجراءات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وأشار إلى مشاهد الدمار والمعاناة التي يعيشها الناس في غزة. حث المسؤول الأممي جميع الأطراف على قبول مقترح الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار، معتبرا أن التأثير المدمر للأعمال القتالية داخل قطاع غزة يعتبر تذكيرا صارخا على فداحة التكلفة الإنسانية لهذا الصراع. يؤدي تصاعد عملية الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى تأثيرات كارثية على الأطفال. تفيد التقارير باستشهاد أكثر من 14,000 طفل وإصابة آلاف آخرين. المزيد عن معاناة الأطفال بقطاع غزة نتابع في هذا التقرير. على أمل تغيير الواقع المرير وانقشاع ضباب الحرب، يحلم أطفال غزة بغد أفضل رغم كل ما يفرضه الاحتلال من قيود على تلك الأحلام البريئة. ففي الوقت الذي يحلم فيه أقرانهم في البلدان الأخرى باقتناء لعبة جديدة أو سفر للتنزه بالإجازة السنوية، يحلم أطفال غزة بزجاجة مياه نظيفة وعودة إلى مدارسهم وحياتهم الطبيعية التي قلبتها إسرائيل رأسا على عقب بعد تدمير معظم مدارس القطاع. في أحلام كتير نفسي أحققها، وكنت نفسي أنجح بموادي وأطلع برا وأتعلم، بس مع الحرب هاي فشلت كل إشي وفشلت الدراسة، وإن شاء الله تخلص الحرب ونتعلم ونرجع زي ما كانت الحياة. نحو 8 أشهر في الجحيم أسقطت خلالها قوات الاحتلال أطنانا من المتفجرات المحرمة دوليا على الأطفال والنساء في هذه البقعة الصغيرة وحولتها إلى مدينة أشباح. مية كانت متوفرة عندنا، أما الحين أكل وشرب صعب وفلوس كمان صعبة، وكتير كل إشي تعبنا من المية والأكل والشرب، كل إشي تعب. وبيوتنا كانت حلوة قبل، بس الحين صارت كلها مدمرة ومقصفة. أما الدور قبل كنا نحكي مع صحباتنا ومع أشيانا، والمدارس اشتقنا لها. بطل في مدارس، كلهم قصفوهم وحرقوهم، بطل عندنا عيش ولا أكل ولا شرب ولا مية ولا شيء متوفر. إدانات أممية واسعة وقرارات دولية متتالية أصدرتها الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ضربت بها إسرائيل كلها عرض الحائط، وواصلت مجازرها بحق المدنيين في القطاع المحاصر دون رادع في مشهد يؤشر إلى إصرار إسرائيل على استكمال جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. أكدت منظمة أوكسفام للإغاثة أن النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون ظروفا مروعة. ذكرت المنظمة أن استطلاعا أجرته منظمات إغاثة أفاد بأن أكثر من 85% من الأطفال قد لا يتناولون الطعام لمدة يوم كامل، وهو ما يتكرر مرة كل 3 أيام على الأقل. المزيد في هذا التقرير. ظروف مروعة يعيشها النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة والأطفال دون طعام ولا شراب، مع تكدس أكثر من ثلثي سكان غزة في أقل من 5 مساحة القطاع. منظمة أوكسفام للإغاثة أكدت أن استطلاعا أجرته منظمة إغاثة أفاد بأن 85% من الأطفال لا يتناولون الطعام لمدة يوم كامل، وهو ما تكرر مرة كل 3 أيام على الأقل. وأشارت المنظمة إلى أن المجاعة باتت وشيكة مع حرمان معظم مناطق غزة من المساعدات،
ورغم تأكيدات الاحتلال بتقديم الدعم الكامل للنازحين، قالت أوكسفام أن ظروف الحياة باتت مروعة في مناطق مثل المواصي التي حددها قوات الاحتلال الإسرائيلية كمنطقة إنسانية، فبالكاد يحصل من يعيشون فيها على المياه أو خدمات الصرف الصحية، ويوجد بها 121 دورة مياه فقط لأكثر من 500,000 شخص، ما يعني أنه على 4,141 شخص أن يستخدموا دورة مياه واحدة. وفي المقابل، بعد أن علقت المؤسسة عملياتها في أبريل الماضي بعد مقتل 7 من موظفيها في قصف للاحتلال الإسرائيلي، أعلنت منظمة وورلد سنترال كيتشن استئناف توفير الغذاء في قطاع غزة، وأكدت أنها سلمت أكثر من 50 مليون وجبة في أنحاء القطاع. كما أوضحت المؤسسة أن لديها حاليا مطبخين رئيسيين يعملان في غزة و65 مطبخا تغطي تجمعات أصغر في أنحاء القطاع في خطوة نحو تقليل انتشار الجوع. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية بالنسبة لهذه الساعة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.